فكرة المانيبيولابيلتي. المانيبيولابيلتي هي الديتيرمنت أو كقيمة، هي الديتيرمنت تبع الجاكوبيان عند Q. نضلنا نذكر نفسه إنه J هي عند Q، J عند Q مضروبة في J ترانسبوز عند Q. هذا المانيبيولابيلتي. Manipulability بقول لي إنه manipulability انخفضت عند النقطة هاي أو ارتفعت. إذا قربت على singularity هاي تبدأ تقترب من زيرو. هلا إذا طلعنا الديتيرمنت، خليني بس آخذ الجزء ال نأخذ الجزء الأخير من هون، أو خلينا نروح التطبيق عفواً، هي الإكسرسايز. إذا هلا رح نترك المانيوال، الشغل المانيوال اللي اشتغلناه قبل شوي رح نتركه، بس كان هدفه إني أفهم شو فكرة ال الجاكوبيان. هلا اخذت انا هون عند كيو كيو ار، خلينا نشوف كيو ار شو بتمثل، او انا لازم اطلع لفوق. طيب راح اخذ هلا هون عندي كيو ان، كيو ان هو النومينال، متذكرين شو كان كيو ان؟ كيو ان هو بوزيشن معرف مع البيوما 560، بيبعدني عن سنجلاريتي، ولذلك راح تلاقي انه ثيتا 5 في مش زيرو. خلينا نتاكد اول شيء نشوف ايش كيو ان، حطها هون. هاي كيو ان، اذا بتطلعوا على كيو ان حاطينه في مكان، او حطوه في مكان بعيد عن سنجلاريتي، وبعطيه جود مانيبيولابيلتي عند النقطه هاي، جود ريليتيف. فالمهم فيه انه فيش في سنجلاريتي، بعدناه عن السنجلاريتي. هاي قديش هاي؟ هاي اظن كانها باي 4 45 درجه. بامكانك تعمل بلوت اذا بدك تشوف البوزيشن تبعه. فلو عملنا بي 560 بلوت كيو ان، رسمه فوق الليبس. كيف؟ لاحظوا هون عاملين حاطين هاي زاوية هيك وهاي زاوية هيك. هاي ما بتأثر ثيتا 1، الثيتا 1 ما بتأثر وين أنا كنت، بتأثرش كثير على manipulability. اللي بده يأثر على manipulability هدول هون حاطين هاي. فإذا اقتربنا من هاي راح نلاقي إنه ثيتا 5 المفروض تكون مش زيرو. خلينا أحاول أقترب منها، معلش تعطوني شوي بس أخلص هذا الجزء. هي واضح انه ثيتا 5، ثيتا 5 مش زيرو. لو كانت ثيتا 5 زيرو بكون هذا الجزء الايند مع هذا الجزء. اوكي ناخذ هلا الانستركشن اللي بعده، نطلع هلا نعرف الجاكوبيان عند النقطه هاي عند كيو ان، ونطلع الديتيرمنت، ونطلع الرانك. شو بنتوقع الرانك يكون؟ لا فيش سنجولاريتي هون عند كيو ان، ما في سنجولاريتي. الرانك عندي هون 6، وعندي هاي ايش هاي كانت الديتيرمنت، هاي الديتيرمنت، الديتيرمنت مش فخم كثير بس فوق هذا مش زيرو، وهي عندي هون اعطاني، وهي سفيريكال ريست حكينا عنها قبل شوي. هلا رح ناخذ بوزيشن قريب على سنجلاريتي. بامكاني افحص طبعا هون في انستركشن بفحص فيه اذا في سنجلاريتيز، فبعطيني ما فيش شيء ولا لينيرلي ديبندنت جوينت. هلا اذا رحنا على مكان حركنا ثيتا 5 بخمس درجات عن الزيرو، فرح نيجي نعرف ديتيرمنت. اوكي هذه اللي هي الحاله الثانيه اللي هي عند سنجلاريتي. فعند سنجلاريتي عرفنا جي زد، فرح تلاحظوا عند النقطه هاي الرانك هبط ل 5. احنا بتتذكروا قلنا عند السنجلاريتي الدي جنريت بينزل الاوردر، بينزل الرانك تبع هاي مقدار واحد، بخسر 1 ديجري اوف فريدم اللي خسرتها اللي هي ثيتا 5 لما صارت زيرو، صار عندي ثيتا 4 وثيتا 6 هم نفسهم بالضبط. ولما سالته عن السنجلاريتي جاوبني قال لي 1 لينيرلي ديبندنت جوينتس، دي 6 ديبندز اون دي 4، واللي هو بالضبط هذا. فطلع على هدول وهي اعطاني هون جي زد. هلا انا راح ابعد شوي عن السنجلاريتي، راح ابعد شوي عن السنجلاريتي، راح اعمل ثيتا 5 خمس درجات. هلا مانيبيوليتي لو فحصناها او ديتيرمنت راح تعطيني زيرو. خليني ابعد هلا اغير، راح اغير ثيتا 5 راح اغيرها بخمس درجات. ليش قسمت 5 في باي على 180؟ ليش ما حطيت 5 مباشره؟ ريتد. فهي راح نطلع جي ار كوبي، راح الاقي عندي هون هي عرفنا كيو كيو، غيرنا ثيتا 5 بمقدار بسيط جدا فاعطاني هون جي ار. نفحص الديتيرمنت تبع جي ار، اعطاني رقم
صغير جدا من هون، رغم انه الرانك لساها 6، لو فحصت الرانك لساها 6، بس ايش وضع الهون مانيبيوليت رح تكون منخفضه جدا. خلينا نشوف بس اخر شيء هون. هلا احنا هدفنا من الجاكوبيان ان ايش اعمل؟ اذا عندي سرعه معينه في اتجاه معين بدي اشوف ايش السرعات الجوينتس اللي بتحققها. في هاي الحاله حطينا سرعه بالزد، بدي اتحرك بالزد بالدوران ولا بالترانسليشن؟ 1 2 3. اذا هذا ايش السؤال هون بقول؟ اذا بدي السرعه تكون باتجاه الزد، يعني هيك عند هاي البوزيشن بدي هذا يطلع هيك باتجاه الزد، قديش السرعه بدها تكون؟ 0.1 ايش؟ مترز بير سكند. ايش عم بسال؟ بقول ايش الجوينت بدهم يعملوا عند النقطه هاي. خلينا احط هذا الانستركشن. ايش اعطاني؟ جاوبني. هاي اعطاني هاي الراديانس بير سكند، فلازم احرك الشولدر بسرعه ماينس 4.9، ولازم احرك الالبو بهاي السرعه. وهلا هاي وين اخذناها؟ اخذناها اظن عند جي ار، مش هيك؟ واعطاني هذه السرعه من هون. فهلا اذا بدي احط السرعات هذول من هون، طبعا هاي السرعات تعتبر مرتفعه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسرعه الخطيه اللي عم بتحرك اللي هي 0.1.